السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهاء محاكمة هشام عبود وسيكون الحكم طلب القاضي يوم 10 سبتمبر على يعني 1:30 كما نرى خارج من سوف نوفيكم بالجديد ونسترد عليكم ما يجري وما هي حكم القاضي الذي السلام عليكم هشام. السلام عليكم. إذا سنطلب الأستاذ هشام عبود ليسرد نشاط القضية، والقضية هذا له كامل الحرية أن يقول ما يشاء بكل حرية على المباشرة. الآن نطرح عليه بعض الأسئلة وكذلك ستكون مباشرة لكم. من هنا يخش كل لحظات وسيجيبنا الأستاذ هشام عبود على هذه القضية التي اتهم فيها بالقذف من طرف مدير مجمع النهار. قد وافق على أن يجيبنا على الأسئلة بكل حرية. سنطرح عليه، يعني تستطيعون حتى كتابة بعض الأسئلة إذا أردتم أن تطرحون أسئلة يعني خاصة من طرف الصحفيين الذين يتابعوننا الآن. إذن فقط إذن الحكم سيصدر يوم 8 سبتمبر على الساعة 1:30 انتهاء المحاكمة الآن، وننتظر الأستاذ هشام عبود ليجيب على بعض الأسئلة ويجيب على هذه يعني هذه السلام عليكم. جاوبنا الأسئلة رقم ديريكت. ما تحتاجش. تفضل أستاذي. تجرب. هي يعني هذه الطبيعة. ما نعرفكش وما. ما تعرفنيش، أنا عارف مش عارف. معليش مش مش. عمري مش. هاي. لقيتي. سي بون. الله يبارك. ما نعرفك على هذيك سي نورمال. معليش. ونشوف حاجة. ما نقول لك يا فادي. معليش تفضل. إذا. هذا في فيسبوك ولا لا؟ لا سجلت سلسة فيسبوك سجلت سلسة. إذا أستاذ هشام عبود، ما هو تقييمك اليوم للقضية والاتهامات التي يعني أصبحت؟ أنا وجدتها لم توجد. هذا لكن أنت هو متهم اليوم في هذا بأني قذفت، وأنه المحكمة في الحكم الأول قبلت كل شيء اللي قلته، قبلته قاتلني إلا حالتين عالية ب أعطى دليل. أعطيت الدليل الكافي أن المسمى أنيس الحلاني عميل للنظام والمخابرات، وأعطيت يعني عدة شهادات. قال لك يعني كان يطلب منك أنك تقع على الاتهامات التي هي يعني هذه الاتهامات التي هي قلت كل مرة يعني تتهرب من هذه الأسئلة. أبدا أنت ما كنتش تسمع. لا لا احنا نسمع. أنا ما كنتش أسمع، أنا ما نتهربش من الأسئلة. لا. اللهم اذا انت ما تسمعش لا ما تفهمش اذا يعني تفهمني يعني ما هو انا ما تهربش يعني من انت اليوم هو تقييمي اني سعيد اولا ان ونس الرحماني خاف يجي هو اللي كان يتحدى فيا المحامي ماهيش محامي هذه حتى المحامي ما حبتش تجي بعثت وحده حتى المحامي ما حبتش تجي هو من المفروض اللي كان يكون يتحدى في تويتر راني جاي راني جاي
في نهاية الأمر كذا لا نهار السبت ولا نهار ما حبش يجوب عارف مش حال لا نساش لا استنى خليني لكن هذا ما فعلته قبل تقريبا لا 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 يعني هو عليك اسئله انت تذهب ابدا ابدا انت اللي راك تحفظ لا 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 ما عرفتش السؤال قلت لي واش تقيمي انا مرتاح الاتهامات هذه هل هي واقعيه هذه الاتهامات ام لا هل انت تعترف انت اعترف قبل تقريبا بهذه الاتهامات ان كل ما قلته لم اتراجع خليني نكمل نجاوب كلمه واحده لا 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 على. نعم تهجمت عليه وكشفته باش نطيح بيه لكن هو تهجم على عائلته تعال ليش يا غير العائله ما خلى والو ما قريتش واش كان يكتب واش كان لا لم تقدم القضاء يعني تقدم القضاء اسمع شوف يمكن جبت شهود عريق الاولى الثانيه هو هرب لو كان عنده الجراه كان يجي يواجهني هذا شوف الراجل اللي ما يواجهش ماهوش راجل لا 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 هذا هو الكلام يعني هاني نجاوب فيه ليس انه راني نجاوب فيه انا راني نجاوب هذا تهرب ما حبش يجي واحد انا لو واحد شوف قضايا اخرى استنى لو واحد لو واحد يتهجم عليه ويكون في حل ويقول لي ها العنوان تاعي هاي ناس ياسر روح اشتري بيا روح نشتري بيا ونجي نواجهه ما تهربش شكرا استاذ اذا كل المتابعين اقول لكم من هنا من قلب باريس من محكمه باريس الغرفه 17 كان هشام عبود الان امام الاتهامات لكن لم يجيبنا قد السؤال كما فعل قبل قليل مع القاضي للاسف كنا يعني اسئلتنا كانت واضحه لكن الاجابه يعني وكذلك اصدار الحكم سوف يكون يوم 8 سبتمبر على الساعة 1:30 لذلك الحين أحييكم إخوتي الكرام أخوكم عارف مشاكرة دائما من موقع الحدث أحييكم وأشد على أيديكم سلام.